بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الجمال كجمال روحكم النقية مشاهدينا متابعينا مشاهدي قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية، ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج نوافذ الحياة. اليوم فقراتنا متعددة منوعة أكيد، وتحتوي على محتوى أكيد مهم وينفعنا في مجمل مفاصل حياتنا. الفقرة الأولى راح تكون معنا مشاهدينا هي فقرة رسائل الحياة. اليوم سلطنا الضوء على اهتمام بعض الفتيات بالمظاهر الخارجية والمظاهر الخداعة. الفقرة الأخرى راح تكون معنا هي فقرة الزميل أحمد خضر، فقرة ظواهر، واليوم سلط الضوء على وجه رسالة إلى كل الناس بضرورة نشر ثقافة الزراعة والتشجير بشكل عام. الفقرة الأخرى راح تكون معنا هي فقرة نسائم العقيدة. اليوم التقينا صورة تحمل عنوان حول كربلاء مدينة القباب الذهبية. الفقرة الأخرى فقرة تمكين، اليوم راح يظل علينا أيضا الدكتور ماهر حميد مجيد، ونستمع إلى واحدة من نصائح التربوية والتنموية. فقرتنا الأخيرة وهي ستاند البرنامج فقرة المسابقات، واللي نحرص دائما على أنه نستقبل أكبر عدد من الاتصالات، واليوم استحدثنا أيضا رقم واتساب حتى تزداد رقعة المشاركة من خارج العراق. وبينما يجهزون الإخوة الرقم على السي جي، بالإمكان أنه تخزنون هذا الرقم مشاهدينا من الآن، الرقم 0773457-0961. أكرر، حاولوا سيبون هذا الرقم الخاص بالواتساب، وبإمكانكم متابعينا مشاهدينا خارج العراق الاتصال على هذا الرقم خلال فترة المسابقة 0773457-0961. أتمنى أنه الحقيقة لبينا نداء بعض المشاهدين اللي أصروا على أنه يكون رقم خاص بالواتساب حتى يتمكنون من التواصل مع البرنامج والمسابقة. إذن نبدأ أولى فقرات البرنامج هي فقرة رسائل الحياة، خلينا نتابع. ابنتي العزيزة، طهري قلبك وروحك من درن الخطايا والذنوب. البنت، وكيف يكون ذلك يا أمي؟ الأم، من خلال اهتمامك بالجمال الداخلي، جمال الروح، جمال القلب. البنت، هل لك أن توضحي أكثر يا أمي العزيزة؟ الأم، استخدمي مساحيق الجمال بصب الماء الطهور على وجهك ويديك وشعرك وقدميك بالوضوء، ولا تصبي جل اهتمامك ببهارج الموضات الزائفة. اجعلي العفة والستر عنوان أنوثتك، متوسمة بالسيدة الزهراء سلام الله عليها وجبل الصبر زينب عليهما السلام. البنت، رفيقتاي ومن حولي من الفتيات يتمتعن بقسط من الحرية، فلماذا أدفن شبابي بالتقييد؟ الأم، ومن قال أن العفة والحجاب هي تقييد للحرية؟ فالمرأة جمالها بعفتها وزينتها، بسترها وحجابها. تخيلي لو قمت بنزع قشر الفاكهة فتعرضت للهواء قليلا، ماذا سيحصل بها؟ البنت، سيتغير لونها ويميل إلى السمرة والسواد. الأم، كذا الحال بالفتاة، لو خلعت حجابها فستطالها عيون الآخرين وتنتزع منها جمالها ورونقها. فالمرأة اليابنية هي زينة، لكن في بيتها وبيت زوجها. أما سمعت قول إمامنا الحسن العسكري عليه السلام: حسن الصورة جمال ظاهر، وحسن العقل جمال باطن. وإلى ذلك يشير أيضا أمير المؤمنين علي عليه السلام بقوله: لا جمال أحسن من العقل. فحسن العقل هو الذي يقودك إلى حسن الصورة. بنيتي،
جملي قلبك بقراءة القرآن، ولطفي بشرتك بالماء الطهور، وروضي روحك بصدق النية والتقرب إلى الله. أمعني النظر في معاني الجمال بحسب منظور قادتنا وسادتنا أهل البيت عليهم السلام. فالجمال لديهم هو بديع الصنع للخالق، وعظيم الإبداع والتصوير لرب العزة. كنت أتأمل دوما في جمال الخالق وبديع صنائعه، أن وهبنا حسن الخلقة والقوام، وفضلنا على سائر مخلوقاته. فأيقنت أن الله سبحانه وهب لنا هذا الجسد بصيغة الأمانة، وهو هدية عظمى علينا الحفاظ عليها ما استطعنا. فطرق الحفاظ على نعمة الخلقة وهذا القوام الجميل هو تقديسه واحترامه وجلاله، كونه هدية الله إلينا. البنت أمي الحبيبة، لقد لفت انتباهي إلى قضية يتوجب إتيانها والعمل بها، وأذني لي الآن بأن أضع وسائل الجمال الخارجي جانباً لأعمل على ترميم جمالي الداخلي، عسى أن يشملني الله برحمته ورضوانه. الأم، أدعو لك ابنتي العزيزة بدوام التوفيق والسداد والتقرب إلى الله دوما. حياكم الله مشاهدينا، تابعنا سوية هذه الفقرة، فقرة رسائل الحياة، اللي من خلالها شفنا هذه المحاورة الافتراضية بين الأم وبنتها اللي تتحدث عن إصرار البنت على استخدام المساحيق والاهتمام بالمظهر الخارجي، وكيف أنه الأم تنوه إلى بنتها أنه الجمال مو هو الجمال الظاهري، وإنما جمال الروح وجمال الأخلاق وجمال التربية. اليوم يعني يأسفنا البعض من الفتيات يركزا على هذا الموضوع وهذا المضمون بإضافة مساحيق جمال والاجتهاد بتحسين مظاهرهن الخارجية دون الاكتراث أو التفكير بتغذية وتجميل الروح من الداخل. الأهم هو أني كيف أسعى على تجميل قلبي، على تجميل روحي، على تجميل نفسي، حتى أصبح شخص يتمتع بجملة الأخلاق ومضمون التربية اللي رسمنا إياها ديننا الإسلامي الحنيف. وخصوصا إخواني أخواتي، جمال المرأة بعفتها الزينبية، هذه العفة اللي ما تقتصر فقط على العباءة الزينبية، وإنما هي يكون مضمونها شمولي عام، هو العفة الزينبية والعفة الفاطمية. هذا هو الجمال الحقيقي. كثير من المتبرجات نشاهدهن في حياتنا اليومية سواء في العراق أو خارج العراق، لكن ما يمتلكن الجمال الروحي والجمال الظاهري اللي تمتلكه المرأة أو الفتاة اللي تتمتع بهذه الثقافة، ثقافة العفة الإسلامية، العفة الزينبية والعفة الفاطمية. هذا الأهم، أنه رسول الله صلى الله عليه وآله عندما وصف المرأة بالقارورة، القارورة هي دائما تكون جميلة ولديها رونق، وبالمقابل تكون رقيقة، فلا تكسر من نظرات الآخرين بشهوة وبحالات من الغريزة وغيرها. يجب أن تكون هذه المرأة زينتها في بيت زوجها، هذا التجمل يجب أن تهتم به في بيت زوجها، والأكثر من هذا يجب أن تسعى على تجميل نفسها من الداخل. للأسف ظهرت ظاهرة أو طفت ظاهرة إلى السطح بشكل كبير وبشكل واسع، هو عمليات التجميل. البعض من الفتيات للأسف أنه أو النساء يعتمدن على هذه العمليات، وكثير من هذه العمليات لربما تفشل ويحدث حادث خصوصا في منطقة الوجه، فبالتالي يتحسرن على شكلهن في السابق. هذا حقيقة هو
كفر بنعمة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان خلقه بأحسن صورة، كل شيء وضعه بقياس، وكل شيء حقيقة رسم كلوحة فنية مترابطة ومتراصة. هسه في بعض الأحيان هنالك عيوب ظاهرة أنا ما أقدر أفتي بها، لأنه هذا من يعني جانب المتخصصين في المجال الفقهي، وبحاجة إلى تداخل جراحي وتجميل جراحي. لكن البعض أنه شوف ملامح الوجه الظاهرية هي جيدة لا بأس بها، لكن يصرنا على أنه يعني يقوم بعمليات التجميل، وبالتالي ما راح تكون النتيجة مثل ما هن يتصورنها. التأكيد على جمال الروح من خلال تدريب النفس على الالتزام بوصايا دين الإسلام الحنيف، على العفة، على الطهارة، أنه أدرس كيف أكون زوجة صالحة بالمستقبل، حتى الفتاة اللي قبل الزواج أتمحص وأبحث في أني كيف أكون أم صالحة وقدوة لفتياتي. وإن كانت يعني البعض يقول أنه إحنا من حقنا نعيش مرحلة الشباب ونهتم بأنفسنا، وأيضا يعني هذه مرحلة إحنا يمكن ما تتعوض بالعمر، لكن مو على حساب الأخلاقيات وحساب الأعراف والتقاليد المتبعة في دين الإسلام الحنيف. المرأة هي محصنة من جميع الجهات، الله سبحانه وتعالى عندما خلقها خلقها بهذا الشكل، بهذا القوام، بهذا الجمال، حتى تكون زينة لنفسها ولزينة لمن حولها. هي كالوردة، فلا تضعف نفسها من النظرات، من خلال النظرات اللي كما أسلفت قبل قليل تكون نظرات غير أخلاقية، ونظرات تشوبها الشهوانية وغيرها. غالبية النساء يعتمدن طبعا ولله الحمد، نساءنا المؤمنات، الفتيات المؤمنات الصالحات، أنه حتى عندما يخرجن خارج البيت دائما يرتدن الألوان الداكنة حتى ما يلفتن النظر إلى ملبسهن أو شكلهن، وما تأخذ هذه النظرات من المحيط الخارجي، مأخذها من هذه البنت. فحرصا الغالبية من بناتنا الله يحفظهن على أنه يرتدن الألوان الداكنة، ويكون السواد حقيقة ظاهر وشاهد إلى العيان اللي دائما ما يلفت الأنظار إلها. لكن البعض القليل ربما تعمد على جلب الأنظار من خلال التبرج، من خلال الألوان الغير مقبولة عرفا ومجتمعا، وإضافة أيضا بعض المساحيق، مساحيق التجميل، وهذا حقيقة إلى مردودات سلبية على البنت نفسها وعلى محيطها الداخلي، يعني كأن يكون الأسري أو غيره. إذن يجب أن تحرص الفتاة على تجميل نفسها من الداخل، وبالتالي الله سبحانه وتعالى راح يكون لها خير ظهير، وبكل تأكيد تكون لها قسمة ويهيئ لها شاب صالح يصونها ويقدرها ويقدر جمالها الخارجي وجمالها الداخلي. مشاهدينا متابعينا، أكتفي بالتعليق لهذه الفقرة، فقرة رسائل الحياة، وأتمنى أنه رسالتنا وصلت إلى كل الأمهات كيف نصحن بناتهن، وإلى كل الفتيات كيف يتعاملن مع حالة الجمال الخارجي ويركزن على جمالهن الداخلي. خلينا ننتقل إلى فقرة الزميل أحمد خضر. اليوم أحمد انتقى موضوع جدا مهم، وهو بعث رسالة من خلال هذه الفقرة، فقرة الظواهر، إلى كل المجتمع بضرورة نشر ثقافة الزراعة. خلينا نتابع. صباحكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، وحياكم الله وصباحك الله بالخير استاذ محمد وكل زملائنا بالاستوديو من برنامج نوافذ الحياه. فقره الظواهر اليوم راح ناخذ ظاهره التشجير والزراعه باراضي كربلاء، وهي المشكله ممكن تكون بعموم العراق، مو ممكن هي تكون قرب الحتميه، هذه مشكله عامه، لكن
في بعض المناطق اكو تركيز على العمل بجانب الزراعة وايضا بجانب الخدمي. اليوم احنا من شارع مجمعات في مركز كربلاء وقلب المدينة تحديدا، هذه المنطقة اللي ازدهرت وانتعشت وللأمانة الصحفية والإعلامية. هذه المنطقة كل عمال البلدية وأغلب المناطق المجاورة لها في فترة أزمة كورونا ما توقف العمل بها، لذلك بعد ما بدأ الحظر انشال جزئيا أهالي كربلاء لاحظوا التغيير. شكرا لكل الدوائر الخدمية، لكن نتمنى أنه العمل يكون بالأحياء الشعبية والأقضية والنواحي والأطراف بهذه الكثافة وبهذه الجدارة. راح نشوف آراء الناس الموجودين خصوصا اللي يعملون بهذا المكان، وبالتالي راح نعرف شنو رأيهم بالتشجير والاهتمام بهذه المنطقة. صباحكم الله بالخير والعافية. احنا متفقين انه التسجير والاهتمام بشان المجمعات هو ايجابي، لكن رايك في هذا الموضوع؟ والله عاشت ديهم، ويعني كلش جيد جدا، يعني شارع المجمعات كلش مرتب وباقي المحافظات تجي يعني هنا تزورنا، يعني كل المحافظات تجي هنا تزور وتقول عاشت ديهم، يعني خوش ترتيب. بس باقي الاحياء لا والله يعني تعبانه، يعني تعبانه، لا ارصفه لا شوارع، يعني باقي هسه امن الداخلي يعني كل طسه يعني كلش كبيره، يعني السياره ما تمشي. يعني انا هسه انا عندي دراجه يجوز بالسياره بالشهر مرتين ثلاثه يصلح، يعني كلش تعبانه الشوارع هناك. يعني انا هناك بيتنا يعني كلش تعبانه، يعني اتمنى اكون مثل ما هنا يعتنون بهاي الشوارع هناك، يعني الناشد المحافظ السيد المحافظ العتبه المقدسه يعني من هذا الجانب. صباحكم الله بالخير والعافية، أهلا وسهلا بإخواناتكم الكريمة. بدي أعرف من حضرتك. أنا مهند نصر الله، محافظة كربلاء. سيدنا صار لك قد تشتغل هنا في شارع؟ والله صار لي ما يقارب 9 سنين 8 سنين هنا بهذا الشارع. طيب رأيك بالاهتمام الموجه لتسجير شارع المجمعات والاهتمام؟ والله التسجير هو حلو والحدائق حلوة هنا عندنا وشارع المجمعات حلو، بس المفروض انه يهتمون بكل شوارع كربلاء، يعني مو بس فقط شارع المجمعات، يعني خالين اهتمامهم شو اسمه كله على شارع المجمعات. يعني عندك حي الحور، عندك منطقة السوادة، منطقة الحور هم لازم يهتمون. بلي ايه تابع القضاء. هناك ماكو اي معالم للتسجير او الاهتمام؟ مستحيل ماكو نهائيا، فقط شارع السناتر اللي يأكدون عليه. احنا نرجع نقول انه هو ايجابي هذا الاهتمام والتسجير، لكن كل احياء كربلاء تحتاج لهذه الحاجة. صحيح. شنو برايك ممكن افضل شيء يتقدم باسرع وقت؟ يعني مثلا واحد ممكن يقول لزرع النخل مثل ما هسه موجود، هذه عمليه زراعه سريعه. برايك شنو ممكن شيء يحيي الاحياء من جديد زراعيا؟ يعني مثل هذا الشجر الكالبتوس، هذا حلو يعني وسريع، يعني المفروض يعني ينتشر بكل حدائق كربلاء. شكرا لك سيد، الله يحفظك، رحم الله والديك حبيبي، شرفتوني. صباح كلام. صباح كلام النور. صار لك ايش قد تشتغل هنا؟
تقريبا 8 سنوات. طيب سيف، رايك بحمله التشجير والاعمار اللي صايره بشارع المجمع؟ والله حلوه، خوش دا يشتغلون، بس مركزين على اماكن، يعني اكو اماكن مظلومه ما جاي يشتغلون بيها، بس مثل شارع السناتر قريب على الولايه، ما الولايه هاي يشتغلون بيها، بس اكو هواي مناطق مثل سيف سعد، سواده، من ناكد المناطق على الحر ما جاي يشتغلون بيها، ماكو اي اعمار لا زراعه. برايك شنو الحل لهذا الموضوع؟ احنا ما نريد نتخلى عن اي مكان من اماكن كربلاء. والله المفروض يعني المحافظ ما يركز بمكان واحد، يوزع مثلا عندك مهندسين، اي مهندسين الزراعه المدري يوزعهم على اكثر من مكان حتى الكل يشتغل، مو يركزون بمنطقه واحده. تمام، انت وين ساكن حضرتك؟ انا ساكن بالقادسيه بالحر. عندكم هذا التشجير والنخل وهذا الموضوع؟ يا منتزه، بس باقي يعني كشوارع كجزر وسطيه ذني الامور ما موجود ذني الشغلات، وفيضانات ابشرك مطره غرقنا وهاي الامور يعني. شكرا لك سيدي. حبيبي حياك الله. مشاهدينا الكرام، في خلاصة ظواهر كربلاء وعموم العراق يحتاج إلى بنى تحتية تامة. اتفق الجميع على أن التشجير هو ظاهرة إيجابية والاهتمام أيضا ظاهرة إيجابية تحديدا بشارع المجمعات، لكن كربلاء شأنها شأن كل المحافظات العراقية، تحتاج إلى وقفة جدية من كل الجهات الخدمية والتنفيذية من أجل الإعمار مرة أخرى. الآن أتقبل تحياتي وتحيات كادر العمل، وهذه عودة إلى الزميل محمد علي الربيعي وبقية الأخوة في الاستوديو. شكرا لك أحمد خضر، والتفات مهمة جدا موضوع التشجير ونشر ثقافة الزراعة، زراعة المدن حقيقة من المواضيع المهمة، وهي تبقى عملية تشاركية بين المواطن والمسؤول. يعني هنالك العديد من الأفكار لو نفعلها، واحدة من هذه الأفكار أنه لو كل صاحب بيت يشتري شتلة واحدة، يمكن ما يتجاوز سعرها يعني 1000 لـ2000 دينار بالعراقي، بالعملة العراقية، ويتم تقديم هذه الشتلات إلى دوائر البلدية. طبعا هذه احنا لما نصل الضوء ونأخذ هذه الظواهر الإيجابية والسلبية في محافظة كربلاء على اعتبار أنها هي حالات عامة وتشمل مثل ما نوه زميلي أحمد خضر كل محافظات العراقية الحبيبة، فواحدة من هذه المقترحات أنه لو كل عائلة، كل رب أسرة يشتري شتلة وتتجمع هذه الشتلات بالحي الواحد، ويتم التنسيق مع دوائر البلدية لزراعتها وتحديد الأماكن لزراعتها في المناطق، بكل تأكيد راح تكون الأحياء والمناطق السكنية كلها مثل هذه المنطقة اللي احنا صورنا بها والزميل أحمد خضر جول بها. فيمكن ما تكلف، احنا يوميا يعني يمكن واحدنا ينفق أمور غير ضرورية، وهذا الأمر جدا مهم وما يكلف العائلة إلا الشيء البسيط جدا. إذا نقول ما تمتلك طبعا الحكومات المحلية والحكومات المركزية الإمكانية على هذه التجير أو تعديل الأرصفة والجزرات الوسطية، فبالإمكان أنه يكون هنالك تعاون. هذا طبعا واحد من مئات الحلول اللي ممكن أنه تنفعنا وتكون عملية تشاركية بيننا وبين المسؤولين والقائمين على هذه الأمور. أكتفي بهذا القدر مشاهدينا، والوقت بدأ يداهمنا، وحتى نعطي وقت أكبر للمسابقات خلينا ننتقل مباشرة إلى فقرة التمكين ونشاهد النصيحة اللي مجهزها لنا جناب الدكتور ماهر حميد مجيد خبير التنمية البشرية. خلينا نتابع. تحية للأخوة المبدعين في الاستوديو ولجميع المشاهدين الأعزاء، السلام عليكم جميعا. النصيحة اليوم هي كيفية التعامل مع الأفكار الجديدة. الإنسان تقدح في ذهنه مجموعة من الأفكار بين فترة وأخرى، أكثر ما يقتل هذه الأفكار هو عدم الاهتمام بها، هو عدم تحويلها إلى ساحة التنفيذ بشكل مباشر. أي فكرة تبقى في هذا الدماغ
دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ، فهي في يعني طريقها إلى الاضمحلال وإلى الموت. لذلك لابد أن نحترم جميع الأفكار التي نفكر فيها. ما أقول أنه هي جميع الأفكار جيدة، ولكن على الأقل أنه نبدأ أولا بتدوين هذه الفكرة، ثم نضعها قيد الدراسة. شلون ندرسها؟ نشوف شنو هاي آثار هذه الفكرة، ما هي الموارد البشرية اللي نحتاجها إليها، ما هي الموارد الأخرى التي نحتاجها لتنفيذ هذه الفكرة، ثم ما هي خلينا نقول السقوف الزمنية، الخطوات التي تحتاج إلى تنفيذ هذه الفكرة، وبالتالي أنه نشوف أنه هي صالحة غير صالحة، لكن على الأقل أنه أنا أحترمها وأبدي أدخلها حيز التنفيذ. ولكن بقاء الفكرة في الدماغ ويعني سيؤدي نهائيا إلى طبعا موتها، إلى نسيانها بعد فترة، إلى أنه تكون لا شيء. لذلك كانوا يقولون أن المقابر هي أغنى مكان في الأرض. ليش؟ لأنه تحت أرض هذه المقابر توجد مئات الآلاف من الجثث التي تحمل في عقولها، في عقول أصحابها، الكثير الكثير من الأفكار. إن لم تكن مئات بل آلاف الأفكار في عقل كل واحد مات، لكنها هذه الأفكار بقيت حبيسة ذلك الدماغ حتى دفن صاحبها تحت الأرض. لو كانت هذه الأفكار ظاهرة لحيز التنفيذ لكان حال العالم كله هو غير هذا الحال. لذلك لابد أن نحترم أفكارنا، لابد أن نذهب إلى أن ننفذ هذه الأفكار، وممكن أنه هذه الأفكار تكون سبب في اغتنانا، سبب في تطويرنا، سبب في تقدمنا. كثير الكثير من يعني حالات التقدم، حالات الإبداع اللي شفناها، المنتجات، الاختراعات، الابتكارات اللي شفناها في العالم، هي بدأت بفكرة، فكرة في رأس شخص، وهذا الشخص احترم هذه الفكرة. لذلك من المهم جدا أن نحترم أفكارنا وأن ندونها ثم ندرسها ثم ننظر كيف يمكن أن ننفذها، وبالتالي يجب أن نعمل جاهدين على تنفيذها. أبدا لا تدع الأفكار تمر مر السحاب في عقلك، لأن عقلك هذا كنز، وما فيه هو أثمن من الكنز، وهي الأفكار التي ممكن أن تؤدي إلى تطويرك وتطوير الحياة من حولك. ضروري جدا أن نحترم أفكارنا. وعلى طاري موضوع المقابر أنها هي أغنى الأماكن في الأرض، هناك أيضا مقولة أخرى مهمة جدا أيضا أنه نتفكر في هذه المقولة، تقول أنه مت فارغا، أي أنه لا يبقى في عقلك أفكار غير منفذة، فاحترم أفكارك ونفذ أفكارك. شكرا جزيلا لكم، عودة للزملاء الأعزاء المبدعين في الاستوديو، تحياتي لكم جميعا. انتقلنا وياكم مشاهدينا إلى استوديو المسابقات، وأسمع الأخوة يجاوبون على الاتصالات قبل أن نعرض أرقام الهواتف، وهذا الشيء أكيد يسعدنا. واليوم جهزنا طبعا قبل أن نجاوب على الاتصال جهزنا رقم خاص بالواتساب، الأخوة يحضروا على السيجي، فبالإمكان أنه تسيبوا يمكم 0773 مشاهدينا 457961، هذا هو الرقم الخاص بالواتساب اللي ما يتمكن انه يتصل بنا على هذه الخطوط، سواء من داخل العراق او من خارج العراق، بالامكان انه يتصل علينا على هذا الرقم اللي رديته على حضراتكم. نستقبل اول اتصال ويانا نضال من بابل. السلام عليكم يا نضال. وعليكم السلام ورحمه الله، شلونك عم محمد؟ الله يبارك بيكم يا نضال، مية هلا بيكم. اليوم شفتكم قبل نبدي بالفقره اتصلتوا يا نضال. اي والله ان الكهرباء طافيه وهسه بدون كهرباء جاي خاطر. هذا الشيء يسعدنا يا نضال. يلا انا راح اساعدك واقرا لك السؤال قراءه ان شاء الله. خلينا نشوف سؤالك يا نضال. نعم، السؤال يقول: ماذا قال القاسم عليه السلام للامام الحسين عليه السلام في ليله العاشر؟ ان الموت معك لاحلى من العسل، او لسنا على الحق، اذا لا ابالي إن وقعنا على الموت أو وقع الموت علينا، أو قال له: والله لو أننا نحيا أو نقتل ثم نقطع ثم نذر في الهواء ويفعل بنا ذلك ألف مرة ما تركناك. شنو اللي قال القاسم ابن الحسن سلام الله عليه للإمام الحسن من هذه الاختيارات الثلاثة؟ راح أعيد الاختيارات
إن الموت معك لأحلى من العسل. السؤال الاختيار الآخر، أولسنا على الحق؟ إذن لا نبالي إن وقعنا على الموت أو وقع الموت علينا. هذا الاختيار الثاني. الاختيار الثالث، والله لو أننا نقتل ثم نقطع ثم نذر في الهواء ويفعل بنا ذلك ألف مرة ما تركناك. شنو اللي قال للإمام الحسين عليه السلام؟ الاختيار الثاني، أولسنا على الحق؟ يلا خلينا نشوف الجواب الصحيح. للأسف الاختيار غير موفق، والجواب إن الموت معك لأحلى من العسل. هذه هي المقولة اللي قالها القاسم سلام الله عليه للإمام الحسين عليه السلام. هسه ما أعرف الزميل حسين الأسدي، علي الأسدي وحسين اللامي، ندخلها للقرعة لو ما ندخلها. هي أول اتصال، يلا أول اتصال إكراما للاتصال الأول يا نضال، راح ندخلش للقرعة. وهذا طبعا لحرصكم على المشاركة، فإن شاء الله فادتك هذه المعلومة ونفعتك يا نضال. نعم، عندنا زهراء من بلد. السلام عليكم يا زهراء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صديقة البرنامج زهراء من بلد. حياكم الله أختنا الفاضلة زهراء من بلد، تحياتنا لحضرتك يا أختي. الله يسلمك. الله يبارك بيك. يلا جاهزة للسؤال يا زهراء؟ إن شاء الله. يلا خلينا نشوف السؤال. نعم. سؤالك يقول، ما هي إحدى معالي أو معاني القدح؟ سهم الميسر أو إضرام النار أو إناء من الماء؟ إناء من الماء. متأكدة؟ إن شاء الله. خلينا نشوف الجواب. للأسف اليوم ما أعرف، هذا ثاني اتصال ما تجاوبون على سؤالنا، مع أنه أسئلتنا لربما تكون سهلة. هو إضرام النار يا زهراء. إذن أعتذر، لأنه إن شاء الله توفقين بالمرات القادمة يا صديقة في البرنامج أخت زهراء، حياك الله. خلينا نشوف زينب من كربلاء. السلام عليكم يا زينب. وعليكم السلام ورحمة الإكرام. مية هلا بكم يا زينب، حياك الله. الله يحييك. زينب شلونك بالدراسة؟ جاي تتواصلين بالدراسة الإلكتروني ولا بشكل مباشر؟ بعد ما وصلني الموقع مال الإلكتروني، بس أريد أقرأ يعني زينب. بالتوفيق. بالتوفيق يا زينب، نتمنى لك النجاح والموفقية. الله يبارك بيك. خلي شوف سؤالك يا زينب، بس ركزي ها. سؤال يقول، متى وصل الإمام الحسين عليه السلام إلى أرض كربلاء قادما من مكة؟ يوم 2 محرم لو 4 محرم لو 6 محرم؟ 2 محرم. متأكدة؟ نعم. 2 محرم؟ نعم. أنا الجواب مو عندي، ما أعرف. شو يقول لحسين اللامي؟ 2 محرم صحيح. أحسنت يا زينب، وإجابة موفقة، ودخلتي ويانا للقرعة عزيزتي. الله يبارك بيك. يلا اتصال آخر. نعم، بالمناسبة مشاهدينا، تلبية للنداء الإخوة والأخوات، إنه جهزنا رقم واتساب أيضا، وإن شاء الله نكون بخدمتكم في هذا الرقم الخاص بالواتساب، اللي حتى نستقبل مشاركاتكم من خارج العراق، ونكون سعداء أكيد بالتواصل مع المحبين والموالين خارج العراق، حياكم الله. يلا اتصال آخر. نعم، هذه الأرقام الهواتف مشاهدينا أمامكم للاتصال بالفقرة، فقرة المسابقات، وأكيد نكون سعداء بالتواصل مع حضراتكم. اليوم أشعر أكو رقية من بلد. يلا رقية، سلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا رقية، أهلا بك. متحمسة للمسابقة رقية؟ إن شاء الله. شلونها معلوماتك؟ زينب ثقافة أهل البيت سلام الله عليهم؟ إن شاء الله. إن شاء الله. يلا خلينا نشوف سؤالك يا رقية. السؤال يقول، ما هو الأمر الذي نصح الإمام الباقر عليه السلام به الأموي عبد الملك بن مروان؟ شنو الأمر اللي نصح به الإمام الباقر عبد الملك بن مروان؟ مهاجمة الروم أم ضرب نقود إسلامية للاستغناء عن النقود الرومية أم مهاجمة الفرس في ذلك الوقت؟
شنو الأمر اللي نصح به الإمام الباقر عليه السلام؟ هو ضرب نقود إسلامية للاستغناء عن النقود الرومية؟ إن شاء الله. خلينا نشوف الجواب الصحيح. صحيح، ضرب نقود إسلامية للاستغناء عن النقود الرومية. أحسنت يا رقية ودخلت ويانا للقرعة، حياك الله. جنات من واسط، السلام عليكم يا جنات. وعليكم السلام، شلونك عم محمد؟ الله يبارك بيك يا جنات، مية هلا بيك، حياك الله. وبيك أكثر. الله يبارك بيك. يلا جنات جاهزة للسؤال؟ نعم. يلا خلينا نشوف السؤال. سؤال يقول: من الظواهر الإعجازية للإمام الجواد عليه السلام التكلم وهو في المهد، توليته للإمامة والقيادة وهو في سن الطفولة، أم مواجهته للمشككين بإمامته؟ شنو الظواهر الإعجازية؟ متأكدة؟ متأكدة؟ أكو حساء عذش بالداخل الأسرة؟ لا. يلا عاشت إيدها، خلي شوف الجواب الصحيح. نعم، توليته الإمامة والقيادة وهو في سن الطفولة، هكذا كان الإمام الجواد عليه السلام. مبروك عليك، دخلت ويانا للقرعة يا جنات. يلا ضياء من واسط، السلام عليكم يا ضياء. وعليكم السلام وبركاته. يا حياك الله يا ضياء، تحياتنا لحضرتك والكل أهلنا الكرام بواسط. الله يحفظك تاج الشفيق. الله يبارك بك. الموقرة الإمام الحسين يحفظك ويحفظكم إن كمتابعين ومشاهدين وطبقة واعية موالية إن شاء الله. جاهز السؤال يا ضياء؟ إن شاء الله. يلا خلينا نشوف سؤالك إن شاء الله يكون سهل. نعم، السؤال يقول: عاصر الإمام الجواد عليه السلام بعد استلامه الإمامة العباسيين من الأمراء المعتصم العباسي، المأمون العباسي، الإجابتان صحيحتان. شنو هو الاختيار الصحيح يا ضياء؟ الاختيار الثاني. الاختيار الثاني؟ إن شاء الله. ما أعرف، حسين اللامي نأيده لو نقول له ثبت، لو شنو نسوي هسه؟ يلا خلينا نشوف الجواب الصحيح. للأسف الإجابتين صحيحة يا ضياء، وأني دائما أؤكد على أنه الغاية هو معرفة ثقافة أهل البيت وعلوم والحياة اللي عاشوها أهل البيت سلام الله عليهم. إذن يأسفنا أنه ما جاوبت على سؤالنا، وإن شاء الله بالمرات القادمة. شكرا لك يا ضياء وشكرا لاتصالك. نعم، اتصال آخر. طبعا اليوم عندنا إجابتين، اثنين المشاهدين ما جاوبوا على أسئلتنا. إن شاء الله يعني نحاول نساعد قدر الإمكان، لكن هاي هي قوانين المسابقة. نعم، إذا أكو اتصال آخر. نعم، ما بقى وقت يا علي. نعم، للأسف نوقف الاتصالات مشاهدينا لضيق الوقت. واللي دخلوا ويانا للقرعة هم أربع متصلين فقط، اثنين ضياء وأعتقد زهراء من بلد ما جاوبوا على أسئلتنا. إن شاء الله بالحلقات القادمة يجاوبون ونقدر نساعدهم أيضا ونعوضهم. خلينا نشوف القرعة، هذه الورقة اللي فايزة ويانا. زينب من كربلاء اللي فازت ويانا، زينب من كربلاء، مبروك عليك يا زينب ونتمنى لك الموفقية، ودخلتي إن شاء الله بالقرعة الأسبوعية اللي هي خاتم فضة عليه حجر الإمام الحسين عليه السلام. بالتوفيق إليك يا زينب ومبروك عليك، وإن شاء الله حظ أوفر للبقية اللي ما حالفهم الحظ اليوم سواء بالقرعة أو الإجابة على أسئلتنا. إن شاء الله بكرة نعوضهم، والكل إن شاء الله فائزين ويانا، على اعتبار أنه الهدف من هذه المسابقة كما أسلفت سابقا أنه نشر ثقافة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. حتى ألقاكم مشاهدينا متابعينا في حلقة أخرى يوم غد إن شاء الله في نفس الزمان والمكان. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات فريق عمل برنامج نوافذ الحياة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.